كان سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول وإني لأدعو في صلاتي لوالدي وشيخي. صاحب اللبنة الأولى بعد الحاج محمود الحاج عبد الرازق وفاء واحتراما له حتى بعد وفاته، جينا النهاردة علشان ندعي له ونستغفر له ونسأل الله عز وجل أن ينير له في قبره وأن يبارك في ذريته، اللهم آمين. احنا بقى عايزين ناخد يعني احد المشايخ اللي شاركوا معاك في المبادره الجميله دي. والله معانا الشيخ محمود شعبان العقل طبعا احد المشاركين معانا بالكتاب بتاعه، ومعاه بعض اللي حاطين معايا السنه دي بره ان شاء الله باذن الله، وهيقول لنا على كل التفاصيل والتفاصيل اللي معاه النهارده. برحب بحضرتك في البدايه، اهلا وسهلا. تخش ورا خش ولا يبارك فيك الدنيا ان شاء الله. حضرتك السلام عجبني قوي المبادره اللي انت عملتوها النهارده، وعم احمد ربنا يجعلها في ميزان الجميع ولا الامور إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا ونقيهم يا رب من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا رب جازهم بالاحسان احسانا ومن الاساءات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ربنا ان ترحم الحاج محمود رحمه واسعه، وان تجعل هذا العمل في موازين حسناته. اللهم ثقل بهذا العمل ميزانه، اللهم ثقل به موازينه، اللهم ثقل به موازينه، واجعل يا ربنا القران العظيم نورا له في قبره. اللهم بارك في ذريته واجعلهم يا ربنا خير خلف لخير سلف. ونسألك يا ربنا أن تبارك يا ربنا في أهل القرآن في كل مكان. اللي واقفين النهاردة احنا جايبينكم على عند شيخنا زي ما احنا جبناكم تجيبون تقولنا في يوم الأيام يوم ما يموت شيخك وفاء منك واحتراما له تيجي في يوم الأيام تقرأ له الفاتحة تدعي له، إن هو كان سبب في تنوير عقلك. كان سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول وإني لأدعو في صلاتي لوالدي وشيخي. اللي علمه
لان هو سبب بفضل الله تنوير عقلك. فاحنا جينا النهارده عند الحاج عبد الرزاق محمد عبد المنعم خليفه، ممكن اللي شافه وممكن اللي ما شافوش، ده كان له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان نحفظ كتاب ربنا في القريه. صاحب اللبنه الاولى بعد الحاج محمود الحاج عبد الرزاق، وفاء واحتراما له حتى بعد وفاته، جينا النهارده علشان ندعي له ونستغفر له ونسال الله عز وجل ان ينير له في قبره وان يبارك في ذريته. اللهم امين. لله. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. وعافه واعف عنه. آمين. واكرم نزله. آمين. ووسع مدخله. آمين. وجاف في الارض عن جنبيه. آمين. واجعل قبره روضه من القران. واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. آمين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاج محمود العربي. اللهم اغفر للحاج محمود العربي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إنه كان سببا في ذلك فاغفر له وارحمه واجعل ذلك في ميزان حسناته يا رب العالمين.